في استياء كبير جدا من مسؤولي النجم الساحلي. طبعا حديث المدينه امين بن عمر. امين بن عمر النجم الكبير، النجم الساحلي، المفروض كل الناس قالت ان هو مضى للنادي الاهلي. طبعا عملنا اتصالاتنا مع الجانب التونسي، احنا بنكلم تونس لان هي المفاوضه بكده. نجم الساحلي ما عندوش فكره بالموضوع. مسؤولي النجم الساحلي ما عندوش فكره بالموضوع، هم مستائين جدا عشان المفاوضات كانت المفروض تبقى من النادي الاهلي للنجم الساحلي. لا، هي في مفاوضات وفي كلام بس من الوكلاء، مش مفاوضات مباشره، لان اللي هيبيع النجم في الاخر مش الوكلاء، في مسؤول النجم الساحلي. وعايز اقول لكم ان امين بن عمر عنده عرض من اولمبياكوس اليوناني ب 2.2 مليون، يعني 2 مليون و200 الف يورو. ايه بقى اللي هيفرق في الموضوع امين بن عمر ان هو يجي النادي الاهلي؟ الفلوس. يعني لازم العرض لا يقل عن 3 مليون يورو، لان هم باعوا رامي البدوي في السعوديه وباعوا عمرو مرعي لبيراميدز في مصر. فعشان يطلعوا امين بن عمر الموضوع عندهم صعب جدا. يعني هم متمسكين بامين بن عمر بشكل كبير جدا ومش هيبيعوه بالسهل الا اذا جاب لهم مثلا 3 4 مليون يورو. طب انا عندي سؤال، ايه رايك في الحاجات دي؟ لا جامدة جدا بس انا عندي سؤال، انت بتحسه هيروح اليونان ويحس ان هو محترف باوروبا ولا يجي الاهلي ويفضل محترف بافريقيا وبلد عربي؟ رزان لغه المفاوضات دلوقتي مصاري. الفلوس بتخش تخلص كل حاجه.